الدعوة إلى الله. ما أنا ندق الفاديك على سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قال على النبي عليه الصلاة والسلام: قل يا نبي، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. يعني الطريق الموصل لله طريق واحد. ما أنا الله هو ويان إن الله صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. قل أديك لا والأني نود فاديك الله سبحانه وتعالى. قل لا والنبون قل فاديك الله سبحانه وتعالى. إذن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم هي الدعوة إلى الله. منا إفهام يجونا وجاك لا والنبي صلى الله عليه وسلم قل نود قل فاديك دين الله سبحانه وتعالى. أنا ومن اتبعني. قرنون النبي صلى الله عليه وسلم نهالرنا وإني من دلا والأنقل إلا بنجوك بلانفو لا أمين أمين دي قل نود قل فاديك الله سبحانه وتعالى. فالمتبع حقا للنبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يدعو لما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. أنجوك رو تيجي تيجي النبي صلى الله عليه وسلم وبيتون أجوك لا والنبي صلى الله عليه وسلم فادي نود قل كده أجوك نونلا نودرنا تانكر نودرنا. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم نود قل فادي وثنين قل الله سبحانه وتعالى دوانقل. والتوحيد أول ما يدعى إليه. ونون وتن نقول الله ندو ندو ادورد شروط الدعوه خمسه اما نون شرطي جنون ندو نقول شرطي نكو جوي الاول الاخلاص ارنون ندو سفر ندو ارنون كو لبن نهركو في الله نديرتا الثاني العلم الشرعي يمون نكو يا اندو غندل كون ندتا يمودو الثالث الحكمه اي تيمون حكمه عندكو نديرتا الحكمة هي السنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. حكمة نكو هون نكو هروز كسنة كلاول نلا صلى الله عليه وسلم ندير نقول كنقول لو نقول أنت حكمة تجي. نعم الرابع معرفة حال المدعو، نعرف أن هؤلاء يهود، هؤلاء نصارى، هؤلاء مجوس حتى نعرف كيف يخاطب هؤلاء، أي لغة يتكلموا. ما أنا شرط نيبون فاري ندو قول كويا عندو فادي بيمب ندو تا مودو بيدو كويا هوريان كوبي بيدو كويا نصارى بي إكولا حالا هونكا بحالة أندا بكم بفي ما بيونس نودا ب. الخامس الصبر. جوا بندق في ندوق سفارة ما ندودة كمونيال. هذه شروط الدعوة خمسة. يدو نسارتيجي فيو دعوة ندون سلوك الجوي. الذي لا تشك فيه 1% هذا لابد تدعو إليه. مانا يدو دي ندون سفارة ما ندودة سكة ولا يمجي كبيري نتيم ما ندان كم. هل تشك في التوحيد؟ يعني نحن هذا نسكتي فارغوتين قال الله سبحانه وتعالى في وجود الله إيه ودا قال الله سبحانه وتعالى في أن الفجر ركعتين ما أنا صبحك ودار لي جولته الذي لا تشك فيه لابد أن تدعو إليه ما أنا هون أنا هري ما سكتك يا ماركو بأنه الدافار يا ماري وإذا تشك 1% لا تتكلم ستاي وني إذا سكتي جديد هون قوات الجديد فار ندو جونغول هري وتر ندو كسا كذلك لا تفتي الفتوى لها أهل الفتوى كبار العلماء والله أعلم. ونون كاريكو يوتي أفر جابا قول لند الدين ني وندون ونا وندو ووو وندو دوا جابا دي وندو نماري يمبي مورو جوما قاندو بي مونو بي بي. نعم.